العدان العالمين. أودي لخ بعيد تعالي من عالم عالم من عالم آمين وآمين. فالمسيح المخلص هو ذلك النور الذي تكلم عنه إشعياء في العهد القديم، الذي ينير ظلام البشرية ويقود مسيرتها نحو الحق والحياة. لكننا نتساءل اليوم، إن كان المخلص قد ولد، لماذا ما يزال العالم يعيش في الخطيئة والحروب؟ لماذا الإنسان يقتل أخيه الإنسان؟ الجواب هو أن النور جاء إلى العالم، ولكن العالم فضل الظلام على النور، وفضل الحرب على السلام، وفضل الموت على الحياة. هذا ما نعيشه اليوم مع الأسف. جولة بسيطة في قنوات الأخبار التلفزيونية أو وسائل التواصل الاجتماعي تكفي لنا أن نعرف حجم الظلام الذي تعيش فيه البشرية. حرب واقتتال ودمار وتهجير وتشرد وبطالة وأمراض مستعصية وتلوثات للبيئة وألم وموت، وخصوصا ما يحدث اليوم في غزة من قتل ودمار. أكثر من 20,000 شهيد في هذه الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى المشاكل الشخصية والعائلية وبين الأصدقاء وحتى في داخل الكنيسة وجماعاتها، من عدم التفاهم وإصدار الأحكام على الآخرين وغيرها. الخطورة هي في عدم السماع لكلمة الله، عدم فسح المجال لكلمة الله حتى تعمل فينا. الخطورة هي في عدم الانتباه إلى العلامات والإشارات التي يعطيها لنا ربنا اليوم. الخطورة هي أن يمر العيد وصاحب العيد دون أن نشعر به أو أن نسمع صوته. الخطورة هي أن نسير في الحياة ونحن نائمون، غير مهتمين، غير مكترثين بما يحدث حولنا في بيتنا ومجتمعنا وعالمنا.